الشيء الثاني أيها الإخوة، لابد أن أنبه على الرعب الذي لف الناس وداسهم وديثهم، خلى أخلاقهم إيه؟ أخلاقا ضعيفة، لم نعد نرى إيه أصحاب القلوب الجريئة، فدائيين، فدائيي الحقيقة الاستشهاديين، وهذا مش مطلوب من كل إنسان، صعب، تكليف صعب أيها الإخوة. الرعب الذي ديث الناس ها وأفزعهم وكمم أفواههم، الذي مارسه بنو أمية على شيعة أهل البيت وعلى كل من أظهر الولاء لعلي أو محبة علي. هتقول لي محبة علي يعني مش سب معاوية أو الطعن أو الانتقام؟ لا، طعن إيه؟ تطعن في وين؟ تطعن في معاوية أنت أو في بني أمية؟ تقتل مباشرة يا حبيبي، ما في كلام. أنت لو أظهرت حب علي، تقول أنا بحب علي وعلي رضي الله عنه وارضاه عليه السلام، تسلم عليه وأهل البيت، خلاص تقتل. ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تهذيب التهذيب أن علي بن رباح، ارجعوا لتهذيب التهذيب واقرأوا قصة علي بن رباح، هذا ليش اسمه علي؟ واحد سمى ابن علي، سميه عليا. قالك لا، هو مش علي، هو علي. وكان دائما يقول لا أجعل في حلما سماني عليا، اسمي علي. ليش علي؟ هذا وين؟ هذا مين ذكرها؟ مين الشيعي ذكرها؟ مش الشيعي، ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب. واضح؟ لماذا؟ قال المقري رحمة الله عليه يقول ابن حجر: لأن بني أمية كانوا يتتبعون من اسمه علي فيقتلونه. الله أكبر، رعب. والآن يوجد من إخواننا من يحب أن يقنعنا أن معاوية لم يسب عليا، وحكاية السب هذه موضوع إيه؟ كذب وما صارش. ستأتيكم حلقة بحيالها عن هذه الموضوعات، ويمكن الله أعلم نأخذ لنا نص ساعة 40 دقيقة ساعة كاملة في موضوع السب هذا، ونرى ثبت أو لم يثبت. كما قال بعض العلماء تواتر السب، سب معاوية وسب بني أمية ثابت حتى في البخاري، هذا سب مروان بن الحكم في صحيح البخاري كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، هذا مروان قال هذا، ما في كلام، هو الذي كان إيه؟ يسب ويأمر بالسب ويكافئ ويعاقب على من سب ولم يسب. على كل حال، كانوا يتتبعون من اسمه علي فيقتلونه، فأبو رباح هذا قالهم لا، ليس عليا ابني، هذا علي، علي اسمه علي، بده يعيش ابنه. عجيب، هذه قصة علي بن رباح، أحد الرواة، أحد رواة الحديث هذا، علي في تهذيب التهذيب. إلى الدرجة هذه؟ مش هيك وبس. الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، تعرفون الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام، إلى اليوم له الجلالة الكبرى عند الشاميين، عند أهل بيروت وكذا، رحمة الله تعالى عليه، الإمام الجليل. تسمعون الآن قصته، قصة غريبة وتؤكد، تؤكد هذا الرعب. فطبعا حين نفهم الجو، ضروري أن نفكر علميا، حين تفهم الجو الذي كان يلف العلماء والرواة والكتاب وكذا، تعرف أن أن معظم الناس ابتلعوا ألسنتهم، عقائدهم في معاوية وفي بني أمية يتكتمون عليها، يجعلونها في كن من نفوسهم، في قعر نفوسهم، ويظهرون عكس ما ابن حجر رحمة الله عليه. وسيأتي هذا بالتفصيل في فتح الباري، لما روى حديث لما روى حديثا وفيه أن زياد ابن أبي سفيان، زياد بن أبي، في محدث يقول زياد ابن أبي سفيان، ما هذه من جرائم معاوية، هذا زياد ابن سمية أو زياد ابن أبي أو زياد ابن عبيد، عبيد الثقفي اللي كان للأسف ما علينا، كلام بذيء. هذا اسمه هكذا، لكن معاوية استلحق ولا أنت ابن أبي، ابن أبي سفيان، بالزنا، بالزنا طبعا، معروف زنا، ومعاوية يعترف هذا، وأبو سفيان والكل يعرف أنه هذا بالزنا، كان يقول لما أخوي في الزنا، أستغفر الله العظيم، إيش هذا؟ سوف نأتي على هذا بالتفصيل طبعا، مسألة الاستلحاق، حتى هذه يشككون فيها، سوف ترون الأدلة وكلام العلماء والأمة فيها. على كل حال، فابن حجر طبعا لفت نظره، كيف يقول الرواة في البخاري هذا وفي الإمام مالك الموطأ زياد ابن أبي سفيان؟ ابن حجر ما تفتوش رحمة الله عليه، قال الإمام والإمام مالك روى هذا عن أشياخه في زمن بني أمية، وإنما كانوا يظهرون هذا تقية. بدك تقول ابن أبي سفيان ولا بتروح رأسك غصب عنك يا ربي؟ للدرجة هذا الرعب، رعب يا جماعة، طغيان حقيقي. لذلك عودوا إلى تاريخ الطبري هذه الليلة، عودوا تاريخ الطبري واقرأوا، وبتشوفوا بعض عبارات لبعض الصحابة لما مات معاوية ماذا قالوا؟ مات الليل طاغيتهم، هلك نعم الصحابة يسمونه الطاغية عن معاوية، الصحابة في التاريخ
هلك الليل طاغيتهم. طاغية مرعب، رعب شديد، أنت ما في كلام. فالإمام ابن حجر فهم هذا الشيء، قال لك مالك يروي عن أشياخه، وطبعا أشياخه حدثوا بهذا في زمن بني أمية، لأن مالك متوفى سنة 79 و100 للهجرة، فعاش الحقبتين الأموية شيئا من العباسية، لأنه بني أمية إلى 132 هجري بني أمية، فيحدث عن أشياخه، فأشياخه من أيام بني أمية يلتزمون هذا. بعض الناس مشت عليهم بعد هيك خلاص هكذا، يعني بالتقليد والتكرار. نفس التعليق هذا بروحه سجله الإمام القاضي العلامة الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وسيأتي هذا بالتفصيل، قال هذا كان تقية وإلا أجمعت العلماء، يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، أو أجمع العلماء على أنه لا ينسب إلى أبي سفيان. خطأ، هذه جريمة شرعية، هذه أول قضية غيرت فيها سنة رسول الله سنة 44 للهجرة. معاوية عملها أول شيء في الدين غير، وغيره معاوية على رؤوس الناس، استلحاق بالزنا. النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما لا ينسب، الولد ينسب للفراش الشرعي، على فراش من ولد هذا؟ عبيد، خلص هو ابن عبيد، زياد ابن عبيد. عبيد هذا شخص عقير يديث على امرأته إلى آخره، ما لناش علاقة، هو هيك الثقفي هذا. زياد لا أحب يكون ابن أبي سفيان، ومعاوية أعطاه هذا الشيء يتقوى به. انتقدوا هذا علي؟ سوف ترون هذا، وترون من قال بهذا. كل من عنده ذرة إنصاف يعرف أن هذه الحقيقة بفضل الله عز وجل، هذه الحقيقة يا إخواني. فالشوكاني يكتب قال هذا تقية. فنشوف الأوزاعي، إيش قصة الأوزاعي في نبلاء الذهبي، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله تعالى، طبعة الرسالة تحقيق الأرناؤوط وإخواني وزملائه. نعم، الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد شيخ الإسلام عالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، إلى أن يقول أبو فروة، يعني حدث عن يزيد ابن محمد الرهاوي من الرها، سمعت أبي يقول قلت لعيسى ابن يونس أيهما أفضل، الأوزاعي أو سفيان، يعني الثوري، فقال أين أنت من سفيان؟ قلت يا أبا عمرو ذهبت بك العراقية، أوزاعي شامي، عشان سفيان الثوري من أهل الكوفة، يعني عراقي، أنت بتعصب بلدياتك يعني، ذهبت بك العراقية، الأوزاعي فقهه وفضله وحلمه، وين يعني أنت من هذا؟ فغضب وقال أتراني أوثر على الحق شيئا؟ سمعت الأوزاعي يقول ما أخذنا العطاء، مرتباتهم الشهرية، ما في مرتبات لأي مسلم كانت حتى، وهذا الأوزاعي، يعني حتى العلماء لم يجاملوا في هذه المسائل الطغيانية. قال ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه. نعم نعم، العلماء بدك تشهد تقول علي منافق، علي منافق، ما في عطاء، ويا ريت ما في عطاء، يمكن بعدين في سجون وزنازين واستئصال، وقبلها تشويه سمعة، طبعا معروف أسلوب الطغيان. قال حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه. الإمام علي يا إخواني هذا بين قوسين مرة قال لأحبابه وشيعته وسيعرض عليكم سبي والبراءة مني، سبي والبراءة مني، فإن أرادوكم على سبي فسبوني أنا رجل، وإن أرادوكم على البراءة مني فلا تبرأوا مني فإني لم أفارق الإسلام. عليه السلام الإمام علي، أنا أتماهى مع الإسلام، لو تبرأت مني كأنك تبرأت من الدين، ما تتبرأ مني، ما تتبرأ مني، ما فيش، تريد العطاء لابد أن تتبرأ.